الصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم في هذه المبادرة الأولى التي تنظمها القناة الثقافية السعودية، إيمانا منها بدورها الريادي في خدمة المجتمع وتقديم الأهداف العليا للوطن في حقلها واختصاصها، وهو الثقافة والأدب والفنون. ولأننا مع الأشقاء في اليمن مرتبطين برباط لا ينفك أبدا من رباط الدين والجوار والأصل المشترك، ولأننا نخوض الآن معركة مشتركة للذود عن وجودنا وعن قيمنا وعن عقيدتنا وعن جوارنا الذي لا يمكن أن نستغني عنه، فبه نكبر وبه ننمو وبه نتطور ونتطلع إلى المستقبل بشكل أفضل. أيها الإخوة والأخوات، لقد امتزج الدم السعودي بالدم اليمني في هذه المعركة الفاصلة إن شاء الله قريبا، والتي فعلا تمثل حالة من الدفاع عن الوجود وعن القيم وعن المستقبل. ولذا ننظم في القناة الثقافية هذه المبادرة النوعية بالتعاون مع ملتقى إعلاميون والجامعة العربية المفتوحة التي نحن الآن في مسرحها، ونعتقد أن الشراكة المجتمعية هي الطريق إلى المستقبل، لأن الجميع يسعون لتحقيق ذات الهدف، فلا يمكن أن تكون منفرداً وتحقق أهدافك بالطريقة التي تريد وبالسرعة التي تأمل، إنما حين تكون مشتركاً مع أفكار أخرى ومع عقول أخرى في ذات الهدف وذات المسار، فإنك تقدم عملاً نوعياً مشتركاً. ما نقوم به الآن ونؤمن به تماماً هو أننا في طريق ومسار يجب أن نسير فيه، وهو الشراكة المجتمعية بين قنوات المجتمع كلها، الإعلام والتعليم ومؤسسات المجتمع المدني. ولذا نقدم هذه المبادرة ونأمل بحول الله تعالى في نجاحها، اعتماداً بعد عون الله على التخطيط المتقن الذي تم لإدارة هذه الأمسية، وعلى نوعية الشعراء الذين نقدم، وعلى الهدف السامي الذي ننشد. أرحب بكم جميعاً إخوة وأخوات، وأترك المجال الآن للدكتور علي الضميان، نائب رئيس ملتقى إعلاميون ورئيس قسم الإعلام والاتصال في جامعة الطائف، فرحبوا به معي لو تكرمتم. شكرا لكم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أحبتنا الحضور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعدني أن أرحب بكم نيابة عن القناة الثقافية وأصالة عن ملتقى إعلاميون وباسم الجامعة العربية المفتوحة، فأهلاً بكم، أهلاً بكم وبهذا الشعر والأدب، ومرحباً في مساء الحب والطرب. فالشعر يطرب من يلقاه منتشياً، وفيه راحة أجساد من التعب. نلتقي هذه الليلة بالمودة والصفاء في أمسية الحب والانتماء، لنستمتع
بإبداعات كوكبة من شعراء السعودية واليمن في جو من الألفة والإخاء. وقبل أن أنتقل لشعراء الأمسية، أود أن أتقدم بالشكر الجزيل لقناة الثقافية السعودية وجميع العاملين فيها، وأخص بالشكر سعادة الأستاذ عبد العزيز العيد مدير القناة والطاقم الذي يقوم بتغطية الأمسية، كما أشكر الجامعة العربية المفتوحة التي تقدم الدعم اللامحدود للأنشطة الثقافية والإعلامية، وأخص بالشكر معالي مدير الجامعة الأستاذ دكتور محمد الزكري، كما لا يفوتني أن أتقدم بالشكر لملتقى إعلاميون وجميع أعضائه المبدعين. والآن أنتقل بكم إلى نجوم هذه الليلة الشعرية، وأطلب منهم أن يقوموا بتقديم أنفسهم أولاً، ثم نبدأ بالاستمتاع بقصائدهم بعدة جولات، يلقي الشاعر قصيدة واحدة خلال كل جولة. أبدأ بالأستاذ الشاعر محمد عابس، فليتفضل. مساكم الله بالخير جميعا السيدات والسادة. طبعا من الصعب أن يعرف الشاعر بنفسه، ولكن يمكن أن أقول أنني محمد عابس، مواطن صالح متوفر بحجم عائلي. شكرا لك. شكرا. الآن الأستاذ إبراهيم النجدي، فتفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشاعر إبراهيم حيدر النجدي، مواليد المملكة العربية السعودية، عضو رابطة الشعراء العرب، ومتوفر بحجم إكسترا بدل العائلة. الأستاذ سعود اليوسف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما من سيرة تستحق الذكر في هذا المقام، وخاصة أن أستاذنا محمد عابس والأستاذ النجدي قدم ما قدم باقتضاب، إلا أنه لا بد من الإذعان للتقاليد التي فرضها علينا الدكتور علي. سعود يوسف صدر له ديوان أو صدر لي ديوان عنوانه غروب زمن الشروق، قدمته وأنا ابن 17 سنة. فزت بفضل الله بجوائز على مستوى مثل جائزة راشد بن حميد في الإمارات، وجائزة الأمير فيصل بن فهد، جائزة الإبداع العربي. ثم دخلت في مرحلة بيات شعري، صدر بعدها لديوان في عام 1430 عنوانه صوت برائحة الطين. ثم شغلت بالدراسات إلى أنني لم أكد أستطيع أن أكتب حرفا واحدا، حتى بفضل الله صدر كتابي عروق الذهب، دراسة لجماليات النقد الأدبي، وهو في أصله أطروحة تقدمت بها وحصلت على الدكتوراه. ثم وجدت نفسي الآن أمتلك مجموعة شعرية أحدث نفسي بطباعتها، وشكرا لكم. شكرا لك. الآن الأستاذ مهدي الحيدري، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله. مهدي الحيدري، عضو اتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين، عضو رابطة الأدب الإسلامي، وفي المهنة عضو نقابة المحامين اليمنيين وعضو نقابة المحامين العرب. أكتب الشعر والرواية. صدرت لي رواية الكهف المهجور، أعدت طباعتها طبعة في اليمن، وأعدت طباعتها مؤخرا هنا، إضافة إلى 4 دواوين. إضافة إلى مجموعة بحثية قضائية، مجموعة متون الجوامع القضائية في القواعد الفقهية ومبادئ القضاء ومبادئ العدالة والقواعد العامة للمرافعات والتنفيذ المدني اليمني. هذا باختصار. السلام عليكم. شكرا لك. لن أطيل في المقدمات، نحن هنا كي نستمع للقصائد
فنبدأ أولا مع الشاعر أستاذ محمد عابس. طبعا أنا ما أحب عرفاء الأمسيات لأنهم يقمعوننا دائما ونص واحد، مع أنه نص واحد لا يكفي يعني. ستكون هناك جولات إن شاء الله. حالات عاشق وآتيك يوما بلا معرفة، وآتيك يوما بلا معرفة، ووزع صمتي على الأغلفة، وبعثر في الكون كم حالة تمنت وفي العجز أن تسعف، وأسأل عن رغبة جمدت وما قط كانت سوى منصفة، يسابقها الحلم في سعيها لتاريخ عشق مع الأرغفة، وأسأل عن نشوة غادرت فضائي وكم نظرة مرجفة. أنا يا صديقي بلا قطرة، وذا الماء كفاي لن تغرف، وحبات عمري تلاشت سدى ويقتات غيري بلا تعرفة. أنا يا صديقي بلا قطرة، وذا الماء كفاي لن تغرف، وحبات عمري تلاشت سدى ويقتات غيري بلا تعرفة. أنا يا رفيقي بلا دمعة، ضحية أيامي المجحفة، تنام الأماني بصحرائنا، تنام الأماني بصحرائنا، وتصحو على قصة مؤسفة، تتوه الأغاني بلا قائد، وإن عاد فاللحن لن يعزف، تتوه الأغاني بلا قائد، وإن عاد فاللحن لن يعزف، حروف استفاقت على ضعفها وكم بالمداد انتشت مرعفة. أنا يا حبيبي نشيد المدى، أنا يا حبيبي نشيد المدى، وروح بأيامها مسرفة، يسامرها اللحن في غيه ولو أن أوتارها مكلفة. شفاه الورود، شفاه الورود التقت عندها كوهم، فلا قبلة لا شفة. شفاه الورود التقت عندها كوهم، فلا قبلة لا شفة، ونبع الرؤى في الملا غائر، أمن شدة الفهم أم من سفه؟ إذا المجد ما كان من عادتي، إذا المجد ما كان من عادتي، فلن يصنع المجد بالأرشفة، وطعم الثواني بكبواتها، ولو أنها مرة متلفة. هو الحزن في عالمي ساهر، هو الحزن في عالمي ساهر، متى السعد يدنو ليستعطفه؟ إذا أظلم الكون أو ناسه، فلا الشمس شمس ولا المعرفة، وإن فز في الخافقين الظنى، فسهل على العين أن تكشفه. شكرا لك. أحسنت. لا فضفو شاعر الجميل. الآن مع الشاعر الأستاذ إبراهيم النجدي، تفضل. قصيدة عنوانها وطنان في وطن. أيا وطنين في وطن، أيا رئتين في جسد، دعونا ننبذ الماضي لنبدأ صفحة أخرى على رؤيا حضارية. أنا وأنا وأنت وأنت لا تعطي شفافية، ولكن يا سليل الروح أنت أنا، وإني فيك مذبلقي ستا قتل الحنيفية. سعودي
أنا ثوبي عقالي شامخ حر شماغاتي بمرزام وطاقية يماني أنا في الزي ثوب ناصع كوت عمامة جدي البيضاء وجنبية أنا اليمني لا وهن ولا حزن ولا بأس وفخري دائما أمي يمانية وأوجاعي يمانية وأفراحي يمانية وجودي والوفاء وما جبلت عليه يا للحظ من أمي اليمانية وها أنا بعد ذا طفل عدوت الأربعين ولم تزل لغتي خيالية أراجع سفر أحلامي فأستدعي رواياتي وأشغل وقت أولادي بأيام الدراسية أقول بأنني قد كنت مفتونا صباحا ملء أوردتي طروبا سارعي للمجد والعلياء بنبرتي الطفولية ولم نعرف حقائبكم ولكننا حملنا الكتب بالسجاد ورتبنا دفاترنا مساطرنا ملابسنا الرياضية وأذكر أنني أخفي ريالي فسحتي عمدا لأقصد بائع العبري وأقضم ثغر عبرية وإن ضاقت من الدنيا تسلقنا وإلا بعض أحجار وقنصا بالزبيرية وعند طلوعنا شغف سباق فورة صخب على إيقاع غريد يحاكي صوت دورية وعند السور قد فرشت عجوز وجه بسطتها تبيع بطاطها المقلي فنأكل منه ما شئنا ولا ندفع ونحلف أننا نأتي نسد ديوننا ونطلب مرة أخرى قروضا عند شوعية وكم بالعيد أشعلنا وأطلقنا صواريخا وقايضنا مساقيلا بصفقات تجارية هنا وهناك لي وطن هنا الميلاد شرفني هنالك مجد آبائي هنا أزهو بأبنائي هناك قبيلتي أهلي هنا داري وأحبابي ولا فرق بجنسية وهل أحتاج يا دنيا هنالك مجد آبائي هنا أزهو بأبنائي هناك قبيلتي أهلي هنا داري وأحبابي ولا فرق بجنسية وهل أحتاج يا دنيا إذا ما كنت في بيتي ألاعب بعض إخواني لأوراق ثبوتية بلاد وحدت أرضا وتاريخا تضاريسا هواء قبلة حبا دماء لحمة نسبا بأعراف سماوية ففيصل قيل لي عنه تزوج أخت خيرية وناجي ابن خالتها تزوج بنت فوزية بلاد ذاب خافقها بمهجتها فلا فرق ولا عرق وليس يضير وحدتنا خلافات سياسية وخذ مثلا فمأرب أبين والجوف ضالع في حكاياها لها نغمات نجدية ونجران وجيزان وأبها والخميس وباحة تبدو رداعية وعرعر والعلا وتبوك ورفحا صافحت عتقا ببسمات شبامية وحائل فز طائيها لينحر خيله كرما لغيمات ذمارية وحائل فز طائيها لينحر خيله كرما لغيمات ذمارية وقشر لوزه جبلا وقدمها جفانا من ندى التاريخ في حلل عسيرية فراغت دوعا زمنا وجاءت تسكب الأنهار من عسل على شفة البكيرية وجدة عانقت إبا وريمة راقصت شقراء في عرس الحناكية وسيئون وأفلاج تعز بريدة بيحان غنوا أمنيات العشق ألحانا حجازية مخا أين المخا حقا لقد عادت لنا الحسناء تسكب من رحيق البن أكوابا ضبابية وذي هجر ترافقها تمد لضيفها رطبا وأعذاق حساوية هنا صمت لأن مدينة المختار طيبة أذنت وأوصت إن تريد النصر صلوها جماعية تقدم جمعهم مكة وأمت وجه باريها وسالت من مآقيها دموع سعادة تهمي بقدسية هنا صوت أتم الصف أوله بأوله ولا تتفرقوا أبدا فإن الضعف كل الضعف أن نحيا بفردية
فهمتم درس قبلتكم؟ فهمتم؟ إذن نكمل، لأن توقفي حبس وحبس قصائدي عنكم أسميه أنانية، وآن لنا بأن نعلو ونخرس ألسنا زلت، ونلجم كل من غالى نكلمه بفوقية، فإن قالوا فإن صاحوا على الدنيا وقالوا إنني ألغيت في شعري قوانينا حدودية، وغالوا في مصيبتهم وطالب بعضهم كيدا بهيئات قضائية، عقوبات جنائية وأحكام جزائية، غدا سأقول في التحقيق يماني ولكن دمعة الحرى وبسمة ثغري السكرى، وما استجمعت في الدنيا فؤادي أحرفي نبضي مدادي يوم ميلادي وعمري مهجتي روحي فداء للسعودية. الله 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 الله، أحسنت أحسنت، لا بد فيه. لا شك نحن وأنتم يعني بلد واحد وشعب واحد. الآن مع الدكتور سعود اليوسف ليتفضل. سميرك الشمس أيقظ الفجر، فالأحبة جاءوا أيقظيه أضنى الغريب المساء، واعصري لي من كرمة الشعر كأسا فشفاه الأفكار عندي ظماء. أبعد الكأس قد سكرت بنجد، وبنجد ستسكر الصهباء. عبئي في مراكب التيها، لا طوق نجاة هنا ولا ميناء. ذبحتني غمازتاك وثغر في حمياه يخشع الإغراء. الله. عبئي في مراكب التيها، لا طوق نجاة هنا ولا ميناء. ذبحتني غمازتاك وثغر في حمياه يخشع الإغراء. كل شيء أهديت ما زال عندي، نجمة يا غندورتي وسماء وعطور وصورتان وشعر دون وزن ووردة حمراء. حامل في جوانح الحب لم يعبث بقلب الرحيل والإعياء. امتزجنا مع الرحيل إلى أن لم يعد لارتحالنا وعتاء. طارد الحب امتزجنا مع الرحيل إلى أن لم يعد لارتحالنا وعثاء. مركبي مقلتاك ضيعتانا، رائع أن نضيع يا حسناء. طارد الحب مذ تبسمت قلبي، كيف يجدي عنه إليه التجاء. ازرعين انتظار وعد ينادي، يا عذابي متى يكون اللقاء. حدثيني عن مقلتيك فعندي غزل باذخ الهوى وغناء. حدثيني عن السعودية الحب، بلاد ينمو عليها الضياء. حدثيني عن مقلتيك فعندي غزل باذخ الهوى وغناء. حدثيني عن السعودية الحب، بلاد ينمو عليها الضياء. قدري أنني أكون سعودياً تدوي بذكري الأمداء. حدثيني عن ثرمداء، أما زالت تباها بنخلها ثرمداء. لم يزل في فكري شميم عرار، ريح بن ربابة وحداء. علمتني الفخار نجد، ومن طبع الخزامى أن تعبق الأشذاء. أنا ماض وحاضر وأنا الآتي، عصامية أنا وانتماء. وطني الإسلام العزيز ونهجي طرفاه سماحة وإباء. كل قلب موحد موطني، كل ضمير وجيبه كبرياء.
وطني الإنسانية الحب بين الناس والصدق والهدى والإخاء وطني كل شاعر عربي لا نفاق له ولا استجداء وانتمائي إلى النبي كفاني وسواه فليس يجدي انتماء منذ أن شاع في الجزيرة ما زالت تباهي بجدبها الصحراء وطني كل شاعر عربي لا نفاق له ولا استجداء اسألي ما الإسلام كون عزيز اسألي ما الإسلام كون جميل نحن فيه السنا ونحن السناء من رؤانا ينثال بدر ومن سمرة صحرائنا تطل ذكاء نحن لحن الخلود في شفة الدهر ولكن آذانهم صماء نحن الأصوات صارخة بالحق غضبا وإنهم أصداء يا سعودية اعتلي المجد ما للصقر إلا العلياء والعلياء يا سعودية اعتلي المجد ما للصقر إلا العلياء والعلياء اتركيهم وليطعنوا فغباء حين ينعى على السواق الصفاء إن صمتنا فالطرف يبقى مهيبا إن تلظى في جفنه الإغضاء قبلة أنت للكرامة يهفو في صلاة الندى لها الأحياء قامة من ضحى الإباء تسامت ما لها في سوى الصلاة انحناء كيف أحكي وفخر أرضي جلي قد تسامى معنى وحسا حراء يسمع الرعد يا بلادي من يصغي ومن لم يكن له إصغاء ما يضر الشموس أن لم يشاهدها مريض في عينه أقذاء قد زرعنا التاريخ مجدا ولن يقطف منه من كفه شلاء دولتي يا جداول السلم والإسلام تاريخنا نقاء نقاء صفحات خطت بحبر من الشمس بتول نقية عذراء ما نسينا أنا لكل افتخار أو تنسى دلالها الغيداء ما نسينا أنا لكل افتخار أو تنسى دلالها الغيداء صيغ من طينة الشموخ ومن ماء إباء رجالنا الشرفاء من وراء التاريخ نحن وقوف هل ترى هالة وليس ذكاء نحن سيف على الرقاب نقشنا أن جبنا ما خطت الخنساء سامر الشمس يا سعودية المجد سوى الشمس ما لنا ندماء شكرا لكم أحسنت لا فرد فيك والآن مع شاعر اليمن الأستاذ إبراهيم مهدي الحيدري تفضل السلام عليكم ورحمة الله لقصيدتي طرب ولكن تسكن إن بدأت بساكن يا أيها المعنى الذي أجدو به وبه أراهن دعني أقول قصيدة سكرى ودعك من الكواهن الضاربات الرمل عن جن الفرنجة في هوازن والمخرجات الصيف من بطن الشتاء على مكائن دعني أصيء قصيدة لا تعشق الكأس ولكن يصحو بها المعنى وقد سكر المعنى والمعاين دعني أصيء قصيدة لا تصحب الكأس ولكن يصحو بها المعنى وقد سكر المعنى والمعاين فأنا هنا وهنا الأماكن كلها عطر الأماكن مشتاقة لك كلها يا سيدي هذه الأماكن وهنا الزمان مضمخ بالعطر محظون وحاضن وهنا مقام للقصيدة في مواطنه مواطن
وهنا أريق بطولة أخرى لكأس غير آس، وهنا الرياض وأنت والمعنى وقلبي والجناين. ماذا أقول إذن وحرفي ساخن والجو ساخن وأنا القصيدة مزقت ما بين فاتنة وفاتنة. كانت هذه المقدمة إذن. وأنا المهاجر، وأنا المهاجر من بني عبس إلى شاس ومالك. قبل المقطع الأخير من القصيدة أحب مفردات سترد في القصيدة أضع: شاس ومالك أمراء أبناء زهير بن جذيمة، يعني أمراء بني عبس، سترد إفشين وبابك، وهؤلاء ممن كانوا في التآمر ضد الدولة العباسية سواء عملاء الداخل أو متمردين في الخارج، سيدرد قحطان وعدنان. وأنا المهاجر من بني عبس إلى شاس ومالك. أنا قيس يا ليلى وهذه بعض أشجاني حيالك. أنا من أحبك مذرعين البهم في وديان شاحك. أنا من أحبك قبل أن تأتي على شكل الملائك وأحال نصف الأرض ينشد نصفها الثاني بدارك. هل تذكرين أنا انتمائي أنت يا بنت الأولئك، وأنا انتماؤك رغم تجريف انتمائي وانتمائك. وأنا المحبة والمحبة أنت في بالي وبالي. هل تسألين الكون يا ليلاي عن حالي وحالك؟ وأنا المحبة والمحبة أنت في بالي وبالك. هل تسألين الكون يا ليلاي عن حالي وحالك؟ بيني وبينك قصة شهباء تكتبني بيائك. مهما اجترحنا واقترفنا وافترقنا في فضائك ستظل تجمعنا الهوادج والضفائر والمشابك، وحنين وأشجان الصبا فوق المعارج والأرائك. والأرض يا ليلى وخالي يحرث الأرض كخالك، قحطان أو عدنان نهر واحد يا بنت مالك، ودماء يعرب في دمي تجري وتجري في دمائك. وحدائق التاريخ تأخذ عن بني قومي المناسك، وقفوا على ذي قار يوما واحدا فوق الحوائك، فزور مدحورا خفيض الصوت إفشين وبابك. وحدائق التاريخ تأخذ عن بني قوم المناسك، وقفوا على ذي قار يوما واحدا فوق الحوالك، فازور مدحورا خفض الصوت إفشين وبابك. هل تقرأين صحيفة الأخبار؟ هل تقرأين صحيفة الأخبار أو تدرين ذلك؟ ذي قار عادت ثانيا لكننا عدنا كذلك، لنعيد ضوء الشمس للمجد المعلق بالجمارك. أنا أنت يا بنت السماء وروح مملكة الممالك، شركاء حتى في الزلازل والنوازل والنيازك. أنا أنت يا بنت السماء وروح مملكة الممالك، شركاء حتى في الزلازل والنوازل والنيازك. واليوم عادت دورة التاريخ تودع كالسبائك مجد الغطاريف النشامى في حسابي أو حسابك، لا فرق إنا واحد في كشف ديوان الأتابك. هل تسألين عن الذي يجري غدا يا ليل؟ ما بك تغريبتي اكتملت، وها أنا ذا أنيخ على اكتمالك. البحر يجمعنا وهودجنا وأخلاق للبواتك، وعدونا الواحد جاء لكي يرد على سؤالك ودم يضيء. البحر يجمعنا وخيمتنا وأخلاق العواتك، وعدونا الواحد جاء لكي يرد على سؤالك، ودم يضيء كما تضيء الشمس في صبح المعارك، ويخط سطرا من تعز إلى الرياض بكل ذلك. وبيارق النصر البدت تخفق من رهج السنابك. ماذا أضيف إذن؟ ويومي فاتك والغد فاتك، وأنا القصيدة شطرت ما بين ضاحكة وضاحك. شكرا.
نهدي اللعب شوية صراحة. ها؟ طيب، الأنثى دائما حاضرة وإن كانت غائبة، وشكرا للحاضرات طبعا. غزالة ما احتوت أسرار لفتاتي، غزالة ما احتوت أسرار لفتاتي، ما استوعبت في دروب الضعف هفواتي، تأتي وفي خفة لا ليس يوقفها إلا الخصام وطوفان العتابات، تأتي وفي خفة لا ليس يوقفها إلا الخصام وطوفان العتابات، أردتها الشمس إلا أنها غربت، أردتها الوصل إلا في جراحاتي، أردتها النجمة إلا أنها أفلت، أردتها العمر في عدلي وغياتي، ملوحة ملوحة لم يعرها الدمع حرقته، عذوبة ما احتست طل الصباحات، مدائن العمر ما ملت أنوثتها، تريدها كاشتهاء الحسن مرآتي، أنهار لذتها فاضت على شفتي، فأينع الصبر في دفء المساءات، لكنها كالمنى إن جئت توثقها تفرخ الآل في صمت النهايات، أسكنتها في شتاء الوقت أوردتي، أسكنتها في شتاء الوقت أوردتي، أطعمتها في انعدام البذل من ذاتي، سلالة العمر عاثت في براءتها فأورثت كعبتي من هجرها العاتي، الحب سامرها، الحب سامرها، لكنها فشلت في أن ترى جوهر الإحساس بالآتي، الحب سامرها لكنها فشلت في أن ترى جوهر الإحساس بالآتي، أهديتها من فضاء القلب إذ عزمت خرائط الوصل في ليل المتاهات، لكنها عجزت عن فهم غايتها فأتعبت خيلها حم المسافات، لكنها عجزت عن فهم غايتها فأتعبت خيلها حم المسافات، حبيبة كم يسيل البدر إن نظرت لعابه ويلوك الوقت مرساتي، شهية الحسن في أكمام عفته يمتص روعته من ثدي غيماتي، تساهلت ثورتي واستأمنت غضبي فضيعت نبض عمري في نداءاتي، تساهلت ثورتي واستأمنت غضبي فضيعت نبض عمري في نداءاتي، ملولة من فضول في جديلتها ومن فتور السنة في بعض نجماتي، ملولة من فضول في جديلتها ومن فتور السنة في بعض نجماتي، كم تحسب العشق من أطيابها غردا من جهلها والمدى يسمو براياتي، تلين للشوق في أصوات رغبتها، لم تدري أن الهوى أصل الحكايات، حياتها تنتشي من نبض أوردتي، تتلمذت عمرها في فصل آهاتي، حياتها تنتشي من نبض أوردتي، تتلمذت عمرها في فصل آهاتي، غزالة خانها الإدراك فارتبكت، لم ينجها العدو من طعم العذابات، سبية الطرف في خوفي وفي ألمي، سخية النفس إلا في مناداتي. شكرا.
ما أدري نستمر على المودة والمحبة ولا غزل. ها؟ طيب غزل أجل نحط الورق هذا على جنب ونشتغل بالجوال. القصيدة عنوانها عاتبيني. عاتبيني، العتب بين الأحباب يعني غالي، وبعد طول الهجرة يقول العاشق الضعيف المتمسكن: عاتبيني في الحب لا تهجريني، واذكري دمع ناسك في عيوني، واذكري عهدنا الوثيق سويا في رخاء وفي عجاف السنين. هل أجازيك يا حياتي بروحي، وسترضيك ميتتي ومنوني؟ يشهد الله ما برحت بحزني في لهيب كموقد الآتون. وإذا ما دجى علي ظلام قلت هذا الذي جناه جنوني. هل أسميك واحة من جمال، أو أنادي إذا ضمئت معيني؟ جمعيني ومزقيني هباء واصعقيني بصرخة واشتميني، واكسري الكأس فوق رأسي مرارا وتمادي يا زهرة الياسمين. جمعيني ومزقيني هباء واصعقيني بصرخة واشتميني، واكسري الكأس فوق رأسي مرارا وتمادي يا زهرة الياسمين. إنما كل ما رجوت بعمري من صواب في أمر دنيا وديني، أن تزيلي ما حاك في الصدر جودا وعلى كل ما مضى سامحيني. قيدتني إرادة الله عدلا فيك يا جنتي وملك يميني. سلامتكم. أنا الآن ألقي قصيدة بوصية جاري. صحراء انتظار أنا وغيمة الموعد أنت، تأخرت والمشتاق لا يتأخر، وبي لهفة يا عذبة الصوت تكبر، أنضد ليلي مقعدين وشرفة وكأسين من شاي وصوتك سكر. تأخرت والمشتاق لا يتأخر، وبي لهفة يا عذبة الصوت تكبر، أنضد ليلي مقعدين وشرفة وكأسين من شاي وصوتك سكر. وأعذب ساعات الغرام إذا التقى بها شاعر مع طيف حسناء يسمر، شفاهي يراع الشوق حبري من شذا، وشعري قبلات وخدك دفتر. إذا قلت يا حسناء يا أروع المنى، تكاد شفاهي من شذا اسمك تقطر، وتصبح صحراء انتظاري خميلة بأجمل أطياف اللقاءات تزهر. وإن غبت عن عيني أرنو إلى الضحى مليا كأني نحو وجهك أنظر. أنا تاجر الأسواق، أنا تاجر الأشواق يا سوق فتنتي، وما زلت مذ تاجرت بالشوق أخسر. أنا تاجر الأشواق يا سوق فتنتي، وما زلت مذ تاجرت بالشوق أخسر. سهرت بحانات المواعيد سادرا على خمرة الأشواق أصحو وأسكر. تمرين بي كالريح طيفا معطرا، وما مر بي من قبل طيف معطر. رسمتك في شعري كأجمل غيمة، تقول لي الأشواق أن سوف تمطر. أزور أفراح الأليمة للقى، وأوجع أفراح المحب المزور. وفي مرفأ الميعاد ما زلت قاربا، تحدثه الأمواج أن سوف يبحر.
فكوني كما تهوينا، كل حلم غامضا ستحلو رؤانا حينما لا تفسر، وجسرا إلى عمري الذي صرت كله، وعينين منها للطفولة أعبر. أنا ذلك الطفل الذي رأس ماله أحاديث عن عطر وشعر مكسر. أنا ذلك الطفل الذي رأس ماله أحاديث عن عطر وشعر مكسر. أبعثر أشواقي لديك ولهفتي وأجمل أشياء الصغار المبعثر. دعيني طفلا في غرامك لاثغا، أخاف إذا سافرت أني أكبر. شكرا. الله الله، جميل جميل. نعود للشاعر مهدي الحيدري، ونرجو ألا تكون بدون مقدمات يعني. من أين أبدأ؟ من أين أبدأ يا من حبها خبر من غير مبتدأ يبدو ومختتم؟ وكيف تبحر في عينيك قافية تشطرت بين نون العين والقلم؟ تمشي الحروف إلى عينيك شاخصة حتى تزئ بطرف منك مبتسم، وفوق خديك يهوي الشعر منتحرا ويعرق البحر في كف من العنم. يا من تموت القوافي تحت بسمتها كما تموت معاني الله في نعم. يا من تموت القوافي تحت بسمتها كما تموت معاني الله في نعم. بأي خديك ترسو نهدة تعبت من الرحيل ولم تفطر ولم تصم. عفوا، ليست هذه القصيدة، كانت المقدمة مرة أخرى. قصيدتي معربة. يا جارة الوادي تعبت، معروفة القصيدة للشوقي من خارج السر. هذا المساء وهذه أوراقي، مشتاقة تسعى إلى مشتاقي. هذا المساء وهذه أوراقي، مشتاقة تسعى إلى مشتاقي. قل للمليحة يا مليحة إن بعشق يطيش بأعشق العشاق. لم يبق لي صبر أقسم أجره بيني وبين حبيبتي ورفاقي. سأبوح شئتم أم أبيتم أم أبت، الحب حقي والهوى استحقاقي، والناس هذا حظه حب، والناس هذا حظه حب وذا وجع، فجل مقسم الأرزاق. لكن لماذا كلما ناديتها يا جارة الوادي تشد وثاقي؟ الحب محبرتي الأثيرة، كلما غط اليراء تزلزلت أعراقي. والحسن وردي، كلما استفتحته سبحت فيه الله من أعماقي. وقصيدتي الأولى الجمال، فكلما راع الجمال ترعرعت أشواقي. تتكلس الكلمات فوق دفاتري إن لم أبيعها وردتي برفاقي. لكن لماذا كلما غنيتها يا جارة الوادي أشد وثاقي؟ يا جارة الحبر مشتعل على إيماضه وامضي، وفوق شروقه إشراقي. والحرف مخبل يقطرني ندا، والكأس يهمس يعطه يا ساقي. لم يبق لي وطن أوزعه على الغاوين خلف الشاعر المشتاق، إلا هوى يجري فتجري تحته الأنهار بين أرائك ومراقي. يا جارة الوادي، يا جارة الوادي، ضمئت وعادني ما يشبه الأفلام في إطراقي. ما بين ثأرك واشتعالي لحظة تكفي لشرق الشرق عند فراقي. والنظرة الولهى توزعني على وترين بين الرمش والأحداق، والفتنة الشقراء تسفحني على خال بمهوى قرطك البراقي. وأنا أجنح في فضاء الكحل لا ألوي على أفق سوى آفاقي. يا جارة الوادي تعبت وهدني، ما يشبه الإغراق في استغراقي. كل الذين تريناهم من حولنا قطاع حلم آذنوا بشقاقي.
لم يبق لي إلاك يا قدري، فلا تستأتبيني إن عقرت نياقي، إني أحبك فوق ما فوق الندى، وأحب حبك فوق نطاقي. السلام عليكم. أحسن. الآن الجولة الثالثة مرة أخرى مع شاعرنا المبدع أستاذ محمد عابس. بقاقي مع مهدي بحرف القاف. سورة الحب. يا شمعة الدرب، يا شمعة الدرب نور القلب والألق، يا لمسة الرب مذ سواك من علقي. يا شمعة الدرب نور القلب والألق، يا لمسة الرب مذ سواك من علقي. أقولها والسنى طفل ألاعبه، فعاد من وصلها بالآه والحرق. أقولها والسنى طفل ألاعبه، فعاد من وصلها بالآه والحرق. يا سورة الحب كم في البحر أشرعة تسابقت، علها تلقاه في الأفق. ربيب شوق تراه الروح باعثها، غنى وثنى فلاذ الدمع بالحدق. سلالة الحسن في أعماقها انتصرت، ونشوة الفن في إحساسها العبق. غريبة الطبع من حازت إلى وطن، وما استكانت إلى قمعية النسق. ميراثها الحب والإخلاص غايتها، لم تنتظر في سناها فطنة اللبق. حنت إلى صوتها الأطيار في وله، واستعذبت همسها الأشجار في الغسق. لا عين تنكرها إن لاح منظرها بين الجموع، تحيل النفس للأرق. سلاحها فتنة بالحسن قد كملت، فعذبت عاشق الأحبار والورق. سلاحها فتنة بالحسن قد كملت، فعذبت عاشق الأحبار والورق. سلامها عنبر فاحت نسائمه، فأهدت الكون طعم الوصل بالحبق. كلامها سكر ما ضمه قصب، ينثال في مسمع الدنيا بلا قلق. براعم الورد في أكمامها انتفضت، لما رآها سعيد في الهوى وشقي. براعم الورد في أكمامها انتفضت، لما رآها سعيد في الهوى وشقي. في مشيها تستعيد الأرض صبوتها، كأنما باكرتها السحب بالودق. أعجوبة الحسن في مشيها تستعيد الأرض صبوتها، كأنما باكرتها السحب بالودق. أعجوبة الحسن في إسرافها ولع، تعاهد العين كالإبلاج في المحق. سألتها الرفقة والأمواج عاتية، منحتها الصحوة والأيام لم تفق. كريمة الوصل إلا أن بي طمعا أذكت سوابقه في لثمة الألق. وشكرا لكم. الآن نعود مع شاعرنا الجميل أستاذ إبراهيم النجدي. هي القصيدة الأخيرة، أتمنى أن تكون غزلا أيضا إن كان لابد. اللي ناسي نظارته هنا مين؟ قصيدة. الله الغزل كثير، الله لا يكثر.
أبصر القلب قبل عيني سناها، جل من بالجمال قد سواها، غادة ما رأى الأنام مثيلا بين كل الحسان مثل صباها. ولها هيبة المليك المفدى، حولها الناس يطلبون رضاها، ولها رقة العصافير تشدو، ولها الحسن في الظباء تناها. قلت من أنت؟ طلعت مي في القصيدة. طيب نخلص هذه. قلت من أنت في ارتجاف عليل؟ فأجابت في روعة شفتاها. لا والله بنتورط. عشان ما نطيل عليكم. الشاعر توقف ربما لمحاذير رقابية، لذلك لا بأس أن تبدأ قصيدة أخرى. واحدة فقط. واحدة وهي الأخيرة لك. إن شاء الله. إلى عشقي، إلى عشقي، إلى من قررت شنقي، إلى روحي التي ملكت هواي وأزمعت حرقي، إلى من أحكمت أسري وطارت في الهوى الطلق، إلى من سيطرت علنا على قلبي لتمنحه على مضض دبيب النبض والخفق، إلى من تنتشي طربا إذا ما كممت نطقي، إلى من مارست حرية التعبير في خنقي، إلى الطغيان في امرأة كقصف الرعد والبرق، إلى الظلم الذي يكوي غروري وادعى حمقي، إلى من قد نثرت لها ورودي فازدرت عبقي، إلى سلطانتي قسرا بأرض الغرب والشرق، لئن كان النساء غنا فحبك أعظم الرزق. الآن مع القصيدة الأخيرة للشاعر الدكتور سعود اليوسف. الرمل ومغامرة الكبرياء ظمئ كصحراء تكابر ما تسامت بابتهال رمالها نحو السحاب، لي كبرياء الرمل لو تدرين عن شيم اليباب، للرمل روح الريح ذاكرة الحداء أسى الرحيل له انكسارات الإياب، للرمل فلسفة السؤال والارتباكات الجواب، أنا فكرة الخوف التي رقصت بأحشاء السنابل كلما عزفت خطى تلك المناجل، أنا رقصة الأغصان هل تدرين ما معنى ارتعاش الغصن إن غنت مواسم الاحتطاب، عمري مذاق الصمت صوت الانتظار، وإذا رجعت أجوس ذاكرتي تربص بي صدى ذكراك يخطفني بحالات استلاب، صيغ الرحيل كثيرة لكن أقسى رحلة ما كان آخرها التفات، ما أوجع الظمأ المريرة إذا تدفق أنهرا والبيد موطن الاغتراب، ما ثم غير الشوك يصغي كل من همر العتاب، يا صوتها المطرية في رمل اشتياقات سيحصدها الغياب، ما قيمة الغيمات خجلا إذ يراودها انسكاب، احكي لرمضائي لقحط مجاهلي لغة الهطول فسوف يفهمها التراب، وإذا هطلت يا صوتها المطرية في رمل اشتياقات سيحصدها الغياب، ما قيمة الغيمات خجلا إذ يراودها انسكاب، احكي لرمضائي لقحط مجاهلي لغة الهطول فسوف يفهمها التراب، وإذا هطلت وأنت أعذب غيمة لا تسأل الصحراء عن طعم السراب، أنا قد محضتك رمل صحرائي فلم يطمث رمال البكر قبلك من ركاب، أنت الحضور ولو هجرت وكل من حضروا غياب. شكرا. لا فضفوك. الآن وبدون مقدمات مع الشاعر مهدي الحيدري.
أنا الأخير معي السطج حتى يفعل إجراءات عقابية. ليست قصيدة شاعر لملك، ولكنه موقف الشاعر والشعراء من موقف عشناه وما زلنا نعيشه. كتبت القصيدة بين ليلتين، ليلة ما قبل العاصفة وليلة ما بعد العاصفة، بعد أن ضاقت الأرض بما رحبت وضاقت مساحة اليأس، مساحة الأمل إلى حد لم يعد يتسع لخطوتين، وهنا جاءت العاصفة. ولا بد أن نقول في العاصفة شيء: الشعر كهل بائس لولاه، والبائسون جميعهم حاشاه، ولذاك يمما شطره متوضئا شعري وصعر خده لسواه، ألق على ألق رأى فيه الأسى ضحكا فباع به البكاء وشراه، أهوى الهوى فيه ويهواني الهوى فيه ويهواه الهوى إياه، ملك تجشمه الشجاعة موقفا، ملك تجشمه الشجاعة وثبة، لو لم يثبها لم تثب لولاه. بان يدمك بالإرادة أمة تهوي فيرفع سمكها ببناه، راء يرى الأبعاد من خلف الرؤى حتى يكاد يرى غدا برعاه. سلمان يا أعلى الملوك شكيمة، تاه المسار بنا وعز الجاه حتى أتيت فعاد خط الاستواء للأرض. ظنوا بأننا قد نسينا الحزم في أحضان فارهة القصور فتاه، فأتيت من خلف الظنون بهزة أرضية فغرت بها الأفواه، وضربت أوهام بالكسرى ضربة صفعت لقيصر وجهه بقفاه، ورميتهم أو ما رميت وإنما بيديك يا سلمان يرمي الله. والسلام عليكم. أحسنت أحسنت يا فضفو. أنا فقط أستأذن الحضور وأستأذن الشعراء يعني تمتع بصلاحية خاصة، ونعطي الأستاذ محمد عابس فرصة لقصيدة استثنائية لأنه كتبها خاصة في هذه المناسبة ومن أجل اليمن، فبعد إذنكم يتفضل. طبعا أنا أصغركم سنا فاسمحوا لي يعني. القصيدة كتبتها البارح وما نمت ورحت الدوام متأخر، فلازم تقطون معي على أساس الخصمية يعني. أسميتها فرائد الحب. هو الحب، هو الحب ما اختالت فرائده عندي، هو القلب، هو الحب ما اختالت فرائده عندي، هو القلب ما اقتادت خرائده عهدي، لها في دمي لحن وفي الروح نخلة، لها في العيون النون والدفء في البرد، إذا ما ارتوت أيامنا من حديثنا تهادت لنا الدنيا من المهد، للشهد حجاز لها العشاق هاموا فخيموا وأبدوا صبابات إلى كعبة الوجد، ألا يرعى الله الجمال بطيبة، وفي الروضة الشماء تهفو إلى الورد، تبوك اشتهت عطر المكلى وبحرها، ولبت نداءات الحديدة بالجند، إذا انثالت الأمطار تروي تعزها، لها في هفوف التمر أيقونة الرعد، وإن دوزنت في لحجها لحن سامر أتت حائل الأمثال جودا على مجدي، وإن دوزنت في لحجها لحن سامر أتت حائل الأمثال جودا على مجدي، وإن سافرت في العشق أبهى خيولها لها في رداع الملتقى يانع نهدي، ألا يا صدى الحب الجميل بحجة، ألا يا مواويل الرجا في دجى السهدي، ألا يا ذمار العز غني لعاشق له قصة ما خانها مبدع السرد، إذا الضالع ارتابت تكدر خاطري وجاءت رياضي بالرفود وبالسعد، هو الحب إن أهدته صنعاء بوحها تداعت بلاد الله
في القرب والبعد دعتنا، والحب إن أهدته صنعاء بوحها تداعت بلاد الله في القرب والبعد دعتنا، فلبينا جوارا ولحمة وما خاب من في السعي في ومن وما خاب من في السعي يهفو إلى الرفد دعتنا، فلبينا جوارا ولحمة وما خاب من في السعي يهفو إلى الرفد. إذا يمن التاريخ ساءت صروفه تصدى لها سلمان بالحزم من نجدي. شكرا لكم. الله الله الله، أحسنت. في الختام لا يسعني إلا أن أشكركم جميعا وأشكر هذا الحضور العظيم والجميل. والآن يتقدم الأمين عام الملتقى إعلاميون بتكريم الشعراء، فليتفضل. شكرا الدكتور علي، أيضا شكرا لشعراءنا الرائعين، وشكرا للحضور الجميل من الزملاء والزميلات على تفاعلهم الغير مستغرب مع القصائد الجميلة الوطنية التي تعبر عن محبة الشعبين لبعض وعن الحب والانتماء بين السعودية واليمن. وأعتقد أن هذه الأمسية ترد على الكثيرين ممن يحاولون تشويه الحقائق. الآن مع فقرة تكريم الشعراء، أتمنى من الزملاء بس في العلاقات يجهزون الدروع. تتكرمون. والله يا أستاذ عبد العزيز، قبل التكريم ناخذ تعليق منك أستاذ عبد العزيز يعلق، عشان كثير من الزملاء حبوا يشاركوا وحبوا يحاوروا مع الشعراء. أستاذ عبد العزيز ترد على الأخوان. مساكم الله بالخير مرة ثانية. الحقيقة يعني احنا ضبطنا الأمسية بوقت محدد، ولا نريد أن ندخل في يعني مونتاج واختصار لبعض الفقرات. كما تابعتم الأمسية كما هي كاملة جميلة جدا بعزف ونزف شعرائها في السعودية واليمن، وأعتقد أننا ربما يعني نفكر في جولة ثانية لشعراء آخرين، لأن الحقيقة كما تابعنا من الإخوة والأخوات الحاضرين هناك تفاعل كبير جدا، وجمال الشيء أن يترك وهو يعني مطلوب. ربما تكون أمسية أخرى يتاح فيها للحضور بعض الشعراء الشباب لدعمهم، لكن يجب أن يكون هذا مخططا إن رأيتم ذلك. ولكن نحن مقيدون بوقت محدد. يعني أود أن قبل أن شكرا جزيلا، أود أن أتوجه بشكر جزيل لكل الشعراء الذين شاركوا هذا المساء. فعلا راهننا على أجياد تفوز دائما، وشعراء هذا المساء أثبتوا أن الشعر العربي الفصيح له رواده ومحبوه، والذين يعني يحبونه كثيرا ويتعلقون بجماله. ولذا أعتقد أنها باكورة عمل إن شاء الله بالنسبة لنا في قناة الثقافية، ومبادرة ستتبعها مبادرات أخرى نخطط لها مع الزملاء في ملتقى إعلاميون وفي الجامعة العربية المفتوحة. الزميل الأمين العام لملتقى إعلاميون تأخذ الفقرة التالية لتقديم الدروع للشعراء الذين أو الفرسان الذين الحقيقة كانوا جيدين هذا المساء وقدموا جرعة من الشعر والثقافة والجمال يعني لم نمل منها أبدا. شكرا لك أستاذ عبد العزيز. ثواني فقط بس الزملاء جهزون الدروع التكريمية لضيوفنا، وهذا تعبير بسيط يعني من إعلاميون ومن القناة الثقافية وأيضا من الأخوان في الجامعة العربية المفتوحة. شكرا ل طبعا اعتقد فيها طعم عشاء بعد الامسيه. صحيح. فنرجو الا يغادر احد الا يعني يتناول طعام العشاء اولا. والدروع اعتقد ان الظاهر لانها قيمه فكان يعني مخبأه ويعني هي كانت باب بعد باب. محمد عامر.
سنبدأ أولا مع شعراء اليمن. طيب شاكر لك دكتور علي وشاكر للأستاذ محمد والدكتور سعود، بالعكس السعودية واليمن واحد. بداية مع تكريم الأستاذ إبراهيم النجدي من اليمن الشقيق. الآن الأستاذ مهدي الحيدري من اليمن الشقيق. والآن الأستاذ محمد عابس. أستاذ إبراهيم لا تذهب بعيدا في صورة جماعية مع عريف الأمسية والأستاذ عبد العزيز. الآن مع الدكتور سعود اليوسف.